لأن الأكياس البلاستيكية تشكل خطراً كبيراً للبيئة، حيث لا تتحلل بسهولة وتسبب في امتداد المصارف المياه، كما تؤدي إلى فيضانات وآثار سلبية. ونشاهد هذه الآثار كل فصل شتاء للأسف الشديد، لأن وأن المواطن يحمل هذه المسؤولية للبلديات ولا يعلم أنه من خلال اللي هي أساليبه الخاطئة في باستخدام الأكياس البلاستيكية. قررنا التصدي لمشكلة تراكم الأكياس البلاستيكية في البيئة وفي المكبات من خلال توعية المجتمع وتشجيعه على استخدام أكياس صديقة للبيئة، سواء كانت نحن نشجع المواطنين على استخدام أكياس قماشية صديقة للبيئة أو أكياس كرتون، بغض النظر عن إيش المنتج اللي أنت حتستخدمه، لازم تأخذ بعين الاعتبار أنه يكون صديق للبيئة وما بيأثر على البيئة سلبا. بدأنا بتصدي لهذه المشكلة، بدأنا بتنفيذ حملات توعوية في المؤسسات، في المدارس، في المتاجر والأسواق، في الشوارع للمواطنين، حيث قمنا بتسليط الضوء على أهمية استبدال الأكياس البلاستيكية الضارة للبيئة بأكياس قماشية صديقة للبيئة. شهدنا استجابة من قبل المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع حملة استبدلها. عندما قمنا بتوزيع الأكياس القماشية فشكروا هذه الحملة والمؤسسات الداعمة لهذه الحملة، لأن هذه الحملة مهمة جدا للحفاظ على استدامة البيئة، وأن هذه استجابة المواطنين الإيجابية تعكس الوعي المتزايد لدى المواطنين ولدى المجتمع بشكل عام بأهمية الحفاظ على البيئة والتحول من استخدام الموارد البيئية المستدامة، وأن تفاعل المواطنين واستحسانهم الإيجابي هذا مؤشر جدا رائع لنجاح الحملة وفعالياتها في نشر الوعي البيئي بين الناس. من المهم جدا أن تكون هناك حملات تدعم استدامة البيئة، وأن يكون المواطن مسؤول عن البيئة، عنده ثقافة أني أنا بدي أحافظ على البيئة، بدي أخذ خطوة جادة تجاه البيئة. تعد المسؤولية المجتمعية من أهم العوامل التي تساهم في تحسين إدارة النفايات الصلبة، لذلك يجب تعزيز الوعي البيئي للمواطنين حول أهمية استبدال سلوكياتهم الخاطئة بالسلوكيات الصحيحة الصديقة للبيئة من خلال الحملات التوعوية. يجب نشر الوعي البيئي في المدارس، في الجامعات، في الشوارع للمواطنين، تنظيم حملات جماهيرية، تنظيم مبادرات توعوية للمواطنين لنشر الوعي البيئي وتعزيز الوعي لدى المواطنين في سواء كان في البيوت، في المدارس، في الشوارع، في المتاجر. من المهم تعميم هذه الفكرة في المشاريع الجديدة وأخذ هذه الفكرة بعين الاعتبار، حتى احنا صرنا نشوف المتاجر الاونلاين اللي بتداولوها المواطنين وبيشتروا منها المواطنين، صارت تطبق اني تبعت مع باكياس قماشيه، وهذا جدا رائع انه الحمله ابدت استحسانهم او انه عندهم وعي بيئي بهذا الجانب. وللاسف الشديد هناك سيدات او مواطنين بشكل عام عندهم قله وعي لما يروحوا يتسوقوا هم وأطفالهم، خاصة في فترة المواسم، موسم سواء كانت موسم مدارس، موسم أعياد، موسم رمضان، فبتلاقيها ذهبت إلى السوق وأخذت مثلا جلباب حطته بكيس، بدها جراب حطته بكيس تاني، حتى إنها ما بتستنى، يعني حتى إنه صاحب المتجر بيقول لها هي عندك كيس حطيها، لا بتقول له لا بدي كيس. فهذه الفكرة إنه يعني مثلا أنا بدي أجيب كياس أو حق لازم إني أنا أخذ من كل متجر كيس، وهي لا تدرك إن هذه الأكياس آخرها المصرف للبيئة، والبيئة ما بتستوعبها وما بتتحلل بسهولة. فأنا بوجه لهم إنه يكون عندكم إدراك في عمليات الشراء، إني أنا ما بدي أكثر من كيس، أروح في البيت بتلاقي يعني مثلا هي راحت لإشي بسيط، روحت 5 أكياس أو 6 أكياس عندها في البيت، هي بتكون أصلا
قادرة إنها بالكيس اللي شرت فيه اول منتج إنها تحط فيه كل المنتجات اللي شرتها بعد ذلك، لكن للأسف الشديد إن عندنا هناك قلة وعي و قلة مسؤولية تجاه البيئة. فأنا بوجههم رسالة إنه لا، خلي عندكم إدراك في عمليات الشراء، كيس قابل إنها تحط فيه كل أغراضي، خلص كيس أروح فيه وخلص، أو استبداله بكيس قماشي، بيكون أفضل إني أنا أستبدله بكيس قماشي صديق للبيئة قابل للتحلل، وممكن أخده بأي عملية شراء بعد ذلك.